دايما في اسباب كتيره. انا متفق مع الكباتن وكابتن علاء لما قال لك انت ارهقت نفسك، واحنا كلنا لو تفتكر ماتش القطن الكاميروني لما لعب علي معلول 90 دقيقه، انا قلت لك علي معلول 99% مش هيلعب ماتش المقاولين العرب. قلت لك لان ماتش سبت، ثلاث سبت مظبوط، كلنا توقعنا كده. قلت لك مش علي معلول بس، وقلت لك ايه انت في، لو انا فاكر كويس قوي، انا قلت لك في مهم وفي الاهم. قلت لك في المرحله دي الاهم ماتش سان داونز مش ماتش المقاولين العرب، لانه احنا فارقين فرق كويس في الدوري العام، وايضا النادي الاهلي لو غير بعض اللعيبه يقدر يكسب المقاولين العرب. ثالثا الثلاث منافسين ليك اللي هم فيوتشر وبيراميدز والزمالك، والطبيعي ان الزمالك اقرب منافس ليك في كل السنين اللي فاتوا، بيخسروا وهيخسروا. فقلت لك انا بالنسبه لي ماتش المقاولين ليس له الاهميه القصوى. فتعالى المره الوحيده اللي احنا ثلاث ماتشات ورا بعض تقريبا ثبتنا 90% او 95% من الفرقه، محمد هاني، ياسر، عبد المنعم، معلول. حتى هاني النهارده النهارده واضحه جدا 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 ان هاني كمية جريه وحيويته مش موجودة، تعبان، باين انه تعبان، باين على علي معلول جدا انه تعبان، مش قادر يطلع بنفس القوة، مش قادر يدافع، مش عارف يغطي، مطلق يعني. ونفس الشيء هاني، ادي اتنين لعبوا ماتش القطن والمقاولين تقريبا 90 دقيقة الماتشين تقريبا، يعني ممكن يكون هاني غير في اخر 10 دقايق ولا حاجة مش فاكر، بس يعني تقريبا لعبوا الماتشين. نفس الشيء حمدي فتحي، نفس الشيء مع بقى حاجات تانية هتكلم عليها في الأداء، لكن نفس الشيء القندوسي وطاهر وإلى حد ما بيرسي، بس أنا بتكلم على برضو نفس الشيء تقريبا الفرقة لعبت معظم الوقت. فأنا قلت لك ماتش المقاولين، فدي النقطة أنا عارف إنه ممكن تقول إيه مش ذات أهمية، لا ممكن كانوا يبقوا مريحين ونتغلب النهاردة، ممكن. أنا بقول لك ممكن، بس أنا بقول لك انك انت زي ما الكابتن شريف بيقول ايه، مساعده الفريق انه يبقى في الحاله الطبيعيه بتاعته، او على الاقل الناس ما تبقاش تعبانه مرهقه. مظبوط. بين لو عدت الماتش 10 مرات، شوف حركه علي معلول وهاني، شوف حركه القندوسي. وانا قلت لك ماتش القطن عمله كويس، جاب جون وعمل جون، بس الحركه والحيويه لسه ما جه. ماتش المقاولين بعديه بثلاث ايام لعب تقريبا 70 دقيقه ونزل مكانه قفشه، ما كانش ظاهر خالص، حركته باينه انه مش يعني. فطبيعه الحال لما اجي هلعب ثالث ماتش وفي سفر هبقى فيه ارهاق. يعني انت دلوقتي عملت حاجه في المباراه، يبقى دي اول حاجه ارهاق واضحه في كذا لاعب. على فكره انا عارف ان في ناس ممكن تقول لي لا انا ابصم بالعشره ان في ارهاق في بعض اللاعبين النهارده، واضحه جدا. الحاجه الثانيه الاسلوب والطريقه انك انت تلعب بفرقه زي دي عندها التلت الاخير بيلعبوا فيه، وكلنا قلنا الكلام ده، بتمكن وعندهم ثقه في نفسهم جوه ال 18 وبيعرفوا ينقلوا مع بعض. لابد رقم واحد ان تقفل مساحات الملعب عليهم، لان انا يمكن قلت لك يا ايمن، انت ماتش بايرن ميونخ، ريال مدريد، ماتش فلامينجو، ماتش المقاولين، ماتش الداخليه، ماتش سيبك من القطن الكاميروني، هنا كانت لازم تضغط بالشده والكلام ده. مش كل ماتش هتروح تضغط من قدام، خاصه لو انت بدنيا مش جاهز قوي، هيتفتح عليك مساحات ورا. انت النهارده لا عرفت تعمل دي، يعني لو انت لا انت ضغطت الضغط اللي هو باستثناء الكره اللي هي اتقطعت، وقلنا ان هم بيغلطوا كتير قوي، هم فرقه جيده وانا ما زلت على رايي ومش هغيره برغم النتيجه 5، فرقه جيده ولكن اخطائهم كتيره جدا. والدليل ان النهارده انت مش في احسن حالاتك، جبت جونين في ملعبه وجايب كره في العارضه، وكهربا الكره الاخيره اللي عدت قدامه لو لمسها كده جون، وهم نفسهم بعد لما النتيجه قربت كانت ممكن جدا لو في الاهلي في الحاله الطبيعيه بتاعته. هنا في مصر النادي الاهلي الشوط الاولاني كان وحش جدا،
كان وحش جدا، كان حالته وحشه جدا، وكنا مغلوبين. الشوط الثاني نزلته جبت ضربه جزاء، وبعديها بخمس دقائق جبت جون، بعديها ب 10 دقائق ولا ربع ساعه جبت جون. بس لولا الخطا اللي حصل في الاخر ده لا يمنع ان هم فريق جيد. بس انا عايز اقول تاني وتالت ورابع. الخطا كان ناتج عن ايه يا استاذ؟ انت ايه الخطا كان ناتج عن ايه؟ ما انا بقول لك اهو. لا الخطا اللي كان ناتج عن ايه في الجول الثاني اللي جه فينا هنا؟ اخطاء في انا مش فاكر الجول ده. كان عمق العمق الدفاعي. اه كان عمق. كنت انت في الملعب ماشي بكسبت. ما ايوه الملعب مش مقفول. ما انا بقول اللي انا اقصده انت في اسباب ساعدت، منها ان في لعيبه مرهقه. اه في باينه جدا في لعيبه مرهقه. علي معلول دي طاقته وحركته اللي كانت في ماتش القطن والمقاولين، انا بتكلم على الحركه والطاقه. لا هاني حركته وطاقته الطاقة، أنا بتكلم على الطاقة والحيوية والفوقان في اللعب، مش إنه النهاردة أيوة. وحش أو حلو، لا مش قادر، باينة جدا مش قادر. باينة جدا يتعدى منه بسهولة، التغطية تعبان، يرجع بتكاسل، باينة جدا باينة جدا وفي أكتر من واحد. فأنت جزء أرهقت نفسك فيه. تاني حاجة أنا كنت من أول المباراة وقلت مع كابتن شريف الأسلوب اللي أنت تختار بيه، خاصة قلت لك أخطائك الدفاعية على مستوى الأخطاء الدفاعية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشكل الجماعي. أنت بقالك مرحلة من كأس العالم الأخطاء كتيرة جدا، الأخطاء الدفاعية كتيرة جدا، ففي فرق بتعرف تعاقبك زي ريال مدريد راح جايب فيك أربع أجوان، زي فلامينجو في ربع ساعة جاب فيك ثلاث أجوان، زي النهاردة أنت بتخطأ أخطاء كتيرة. فانا اساعد بايه؟ اسلوبي يبقى على الاقل طالما في اخطاء في الدفاع وفي نص الملعب والنظام الدفاعي بتاعي مش كويس وفي ناس مرهقه، على الاقل اقفل المساحات كويس قوي. عشان انا مش انا لما بقول مروان مش مخصص مروان كمروان انه يلعب جنب حمدي فتحي راجل ديفندر هنتكلم على ديفندر. يعني حتى لو السوليه كان سليم ها ليه؟ ليه؟ انا قلت لك وان شاء الله لما نجيبها في الحالات انا قلت لك محمد عبد المنعم هيضطر كتير جدا يروح ناحيه الطرف ناحيه علي معلول. هجيب لك مواقف كتير قوي مش في العمق، هو على طول الطرف فانت بتفتح العمق كمان. ده الجون الرابع يا اسامه، لكن علي معلول هو اللي راح مكان عبد المنعم ودي ده الجون بقى انا بتكلم في ايه. لما بتلعب بثلاثه عشان تامن نفسك وواحد يبقى قريب من علي معلول وواحد يبقى قريب وفي واحد عامل عمق قدام الاثنين السردباكات ها ده اسلوب هيقفل مساحات شويه، هيقفل مساحات الملعب شويه وهم كده كده قدام بيغلطوا. والدليل على كده ان بيرسي تاو في كوره راح لوحده في وسط ست لعيبه رقص واحد وراح داخل جوه ال 18 وجابها جول. هم اخطائهم الدفاعيه كتيره جدا، اخطائهم الدفاعيه كتيره جدا، ولكن انت ساعدتهم ما لعبتش بالاسلوب الامثل من وجهه نظري انك تقلل التحركات في المساحات ليهم. لا عملتها في الاطراف عند علي معلول، لا عملتها في العمق بين ياسر ومحمد عبد المنعم بحمدي فتحي وديانج فقط مع تعب انه تعب من حمدي فتحي ودول الناس اللي لعبت 90 دقيقه. فانت وقعت في اخطاء كتيره النهارده وطبعا تستحق الخساره، لكن كره القدم هنقول فيها كده وان شاء الله نستنى باذن الله مباراه سان داونز والهلال. هو الهلال خلاص انت طبعا لازم تكسب الماتش، تكسب الاول كاميرون وبعدين سان داونز اتاهل خلاص. يا كابتن شريف في ستيب باي ستيب. يا كابتن شريف ما هو ماتش الهلال وسان داونز، لو الهلال قصدي لو الهلال كسب سان داونز ما خلاص كده خلص لازمه ماتش القطن بالظبط. انت لازم تكسب القطن والهلال ماشي، ما انت ما فيش حاجه في ايدك الا غير كده. انت لازم تكسب القطن ايوه بس انت معتمد على نتيجه سان داونز والهلال. انا اكسب القطن الاول بعدين لما تيجي النتيجه الثانيه بنقعد نتكلم فيها.